لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. السكينة الطيبة يلي هي بتقص كتير منيح، منقول هيك نحنا. أما السكينة يلي منا طيبة فما بتقص كتير منيح. اليوم إن شاء الله رح أعلمكم على كذا طريقة بتقدروا تسنوا السكين فيها انتوا قاعدين بالبيت، وترجع السكينة كأنها جديدة وغير شكل. بس أول شي رح فرجيكم إنه هيدي السكينة ما بتقص أبدا منيح. عندي هون حبة بندورة، بس بدي فرجيكم إنه هيدي السكينة يعني بتقص بصعوبة جدا 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 مثل ما شفتوا. طيب هلا أنا شو هي الطريقة اللي بقدر إني سن فيها السكينة؟ هني في كذا طريقة، اليوم إن شاء الله رح أعلمكم على كذا طريقة. أول طريقة يلي هي الإسفنجة اللي بيجي بقلبها سيفي مثل ما شايفين، هيدي كتير مهمة إنه نقدر نسن فيها السكينة. بتساعد المادة الموجودة على السفنجة إنها تنعم طرف السكينة من هون، ونقدر بكل بساطة إنه يعني نقص أي شيء بسهولة. كمان من الميل التاني. بهيدا الشكل، هيدي أول طريقة. الطريقة التانية ملقط الفحم الصغير، بس بندقره بهيدا الشكل وبنعمل. كمان في طريقة برطمان، نقدر كمان بطرفه من هيك بهيدا الشكل. يعني هيدول كذا طريقة أنا عم أقدم لكم إياها. كمان بنقدر بالطرف، كل هيدول كلهم بنعموا طرف السكينة. أيضا الكوب المهم يكون عنا حفي بهيدا الشكل، كمان نفس الشي. ليكو أنا كتير بعمل فيها من هون، شفتوا؟ بتصير عندي السكينة رائعة. رح فرجيكم هلا بعينكم كيف رح تصير عندي السكينة. بهيدي الطريقة. كمان بركوة القهوة القديمة نفس الشيء. نحنا بهمنا الطرف. أو حتى بطرف المجلى. ورح فرجيكم كيف صارت عندي السكين. ولا أسهل من هيك. رح أفرم كمان كزبرة قدامكم. كتير منيحة السكينة بس تكون مسننة، إنه نعمل فيها تبولة بتصير روعة. شوفوا. ولا أسهل من هيك، يعني مجرد ما إنه نحطها على الكزبرة عم تنزل بكل سهولة. أكيد بدنا ننتبه على أصابيعنا بس نشتغل بسكينة حامية أو سكينة كتير طيبة مثل ما شفتوا. بسرعة بسرعة، شي روعة. بنصحكم طبعا تجربوا هيدي الطرق اللي أنا علمتكم عليها، وأكيد رح تدعولي. بحبكم كتير. باي باي.